السلام عليكم صديقي العزيز، يومك لذيذ. أهلا بيك في قناة صاحبي الوفي. النهاردة هحكي لك قصة الذئب اللي نزل البحيرة الصناعية من بالليل لحد الصبح في المية علشان يستحمى ويشرب، لأنه كان ميت من العطش في الصحراء ولكنه معرفش يطلع، وكان تعبان جدا وعمال يعوم بالعافية ومش قادر يطلع. ولولا ان كان في مهندسين موجودين في الموقع، الذئب ده ما كانش هيعرف يطلع خالص، لان الحواف بتاعه البحيره الصناعيه معموله بمواد ناعمه جدا، مخالب الذئب ما بتمسكش فيها، كل ما يجي يحاول يطلع يتزحلق وينزل تاني في الميه. وهنا المهندسين بيحاولوا يقربوا منه علشان ينقذوه ويطلعوه، لكنه بيكشر عن أنيابه فبيتراجعوا. وهنا من التعب وقف الذئب عمال يفكر يعمل ايه، وطبعا المهندسين بره بيحاولوا يقربوا منه عشان يطلعوه، ولكنه بيكشر عن أنيابه وبيزوم عليهم. وقف الذئب في المية زي ما انت شايف كده من كتر التعب والإرهاق، لحد ما ربنا يحلها من عنده. وهنا فكر المهندس ان هو يبعت له حبل بحيث ان هو يمسك فيه ويشده، ولكن هيمسك فيه بإيه؟ شوف معايا يا صديقي ايه اللي هيحصل. هنا بيحاول يقرب الحبل من الذئب بحيث انه يمسكه ويشده، ولكن الذئب ما بيعملش اي اكشن. وهنا الذئب مسك الحبل ببقه وبدأ المهندس يشده عشان يطلع، ولكن في نص السكة ساب الحبل من بقه وراح متزحلق ووقع تاني في المية. ولكن هنا أدرك الذئب إن هي دي الوسيلة الوحيدة للخروج، فالمهندس رماله الحبل تاني بحيث يمسكه تاني ويشده أكتر. وهنا فعلا الذئب مسك الحبل ببقه جامد وبدأ المهندس يشده لحد ما طلعه بره خالص، وبكده نجح الذئب في الخروج. الحمد لله على السلامة يا عم الذئب. وهنا طبعا الطبيعي ان المفروض اول ما الذئب يخرج هنا يجري في الصحراء، ولكنه من كتر التعب والارهاق والمجهود اللي عمله فضل قاعد مكانه بيترعش وتعبان جدا ومش قادر يتحرك. طبعا هو هيفضل شوية كده وبعد كده هيطير ويجري. وبصراحة بنشكر جدا المهندسين اللي طلعوا الذئب من المية، ونقول لهم كتر خيركم، الراحمون يرحمهم الله. الذئب حيوان مفترس، ولكن الإنسان ساعده برضو علشان يطلعه من المية، الراحمون يرحمهم الله. وده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تشترك في القناة، ولو عندك أي سؤال أو أفكار اكتبها لي في الكومنتات. أشوفك الفيديو الجاي، سلام. شوف كمان الفيديو ده هيعجبك جداً.